سي حسن، مسرح يسبقوا في ديوركم واش يتأرخ واحد الزمن تاع الجائحة تاع كورونا؟ تماما، لأن من بعد ما كتبت الكتاب ديالي السخرية في زمن كورونا، وكان التوقيع أول توقيع كنت درته هنا قبل سنة، كنت فكرت باش من خلال هذاك الكتاب هذا نعمل واحد المسرحية، مسرحية جديدة بقاو في ديوركم. أولا هي توثيقية، توثقوا وتؤرخوا لواحد الزمن، واحد الفضاء الزمني اللي عايشناه كامل بمراراته بقساواته، ولكن أيضا بسخرياته بضحكه بتهكمه. وأنا ديما كان أمل بأن السخرية كانت دائما سلاح ضد المأساة، ضد الحزن، ضد القلق إلى غير ذلك. واخترت ثلاثة ديال الشخصيات اللي بالنسبة لي زعما كان الوجود ديالهم في هذه الحقبة ديال الحجر الصحي والكورونا كان وازن وكان عميق فلسفيا. هو عامل النظافة وما عاشه في ذلك الزمن، وأيضا الممرضة اللي كانت كتعيش ظروف كتشوف كتمشي المستشفى يوميا النهار الليل وداك الشيء والبصري، والشاعر الأستاذ أو رجال التعليم بصفة عامة. هاد الناس اللي أيضا كانوا هاد الثلاثي عملتهم أنا مجموعين في أيام الحجر الصحي. في الوقت اللي عامل النظافة كيخرج يشتغل، الممرضة كتشتغل، الأستاذ الشاعر كيبقى في الدار وكيتلاقاو بثلاثة وكيناقشوا على الحياة، كيفاش تغيرت الحياة، واش الحياة غتبقى كيف السابق، العلاقات الإنسانية، العلاقات مع الآخر، مسألة الحب والكراهية، مسألة حب الفن إلى غير ذلك. كل هذه المسائل طرقت لها في هذه المسرحية، وهذا الشرف لي نكون أول توقيع لهم. العادة أن التاريخ أو الحديث عن بعض الأحداث يأخذ مسافة زمنية كبيرة. أنت يعني البقى الآن البقى الرسائل تاع كورونا بقى عايشة. سؤال ذكي، حيث كنا في ذاك الوقت في الحجر الصحي كنت بالدقة كناخذ أي حاجة جديدة كنسجلها، لأن كنعرف بأن هاد الفترة الزمنية أكيد ستحتاج إلى تاريخ، ستحتاج إلى توثيق. إذا الكتاب ديالي الأول كيفاش الناس سخروا، ما ضحكناش حنا مع الكورونا، ضحكنا على الكورونا، والضحك على الكورونا في اعتقادي هو سلاح لننسى أو لنتناسى تلك المأساة التي عشناها. قد يمكن أن أنتظر 3 سنوات أو 4 سنوات ولا يمكن أن أكتب. إذن ما حد حبق سخونة كما يقال. كان عندي المرجعية والكتاب ديالي السخرية بزمن كورونا، وكان عندي غير نتخيل واحد ثلاثة الشخصيات باش نقلها من الكتابة السردية إلى مسرحية. مسرحية تاع بقاو في ديوركم السي حسن، أشي القراءة النقدية ديالك؟ لدي قراءة أولى يتعلق الأمر بنص مسرحي جديد بعنوان بقاو في ديوركم، ينتمي إلى ما يمكن تسميته بأدب الجوائح أو أدب الأوبئة، لأن محور النص يتعلق بوجود عائلة مكونة من 3 أفراد يعيشون تجربة الحجز الصحي الذي عشناه قرابة 2 سنوات. فهناك شخصية الزوجة والزوج، وهناك أيضا السهر، وهم يوجدون جميعا في لحظة التساؤل حول هذا الوباء، ما العمل، العلاقة بالحياة، العلاقة بالموت، خاصة حينما يجد هؤلاء أنفسهم محاصرين داخل غرفة ضيقة. فإذا هذا من حيث الموضوع. من حيث الكتابة المسرحية يحاول حسن رئيس أن يسوغ نسيجا لحيوات متقاطعة، ولكن الأساسي هو اعتماد السخرية، بحيث أن الأحداث رغم بعدها التراجيدي المتعلق بإمكانيات الحياة والموت، هناك الأساسي هو أنهم يسخرون من ذلك الحصار، يسخرون من الوباء الذي يمتد ويأخذ معه ضحايا. وبذلك أعتقد أن السخرية هي حيلة ناجحة في التخفيف من أثر الوباء، وحيلة أيضا تجعل المسرح بشكل عام يساهم في إنقاذ العالم من الوباء.